جرت محاولات كثيرة لقسمة هذا الشعب ومن أجل إحداث العداوة وتعميقها واحترابه واقتتاله. وقد أخذت هذه المحاولات شتى الوسائل وسلكت طرقا متعددة من أجل هذا الغرض الدنيء الخارج على مصلحة الوطن بعد الدين والقيم والأمانة. والشعب في شارعه العريض الشيعي والسني ومعه المخلصون من العلماء والنخب والجمعيات السياسية الوطنية يقفون والجمعيات السياسية الإسلامية والوطنية يقفون بوعي وقوة في وجه هذا المخطط الذي يريد أن يحرق كل شيء بدافع ألاعيب السياسة وأغراضها السيئة وإجهاض أي مطلب من مطالب الإصلاح والتغيير. والمؤمل من هذا الشعب الكريم أن يكون له من وعيه ودينه وأخوته الوطنية وشعوره الإنساني بقيمة الإنسان وإدراكه لمصلحته المشتركة بعد درء الله سبحانه للسوء ضمانة تفشل هذا الكيد السيئ والمكر الخبيث والمحاولات القاتلة ولا تسمح بأن تأخذ شيئاً من مدى أو فاعلية في صفوفه اليوم أو غدا. وإننا لنسأل ربنا الرحيم الكريم أن يعطي شعبنا بكل مكوناته نباهة وفطنة والتفاتا لمصلحته وتقديرا للدين والإنسانية فيقف صفا واحدا يحول بين من يريد به الفرقة والشتات والاحتراب والاقتتال من الداخل أو الخارج وألا يستجيب للارتدادات السيئة لما يحمل ريح الفتنة في المحيط وكل الخارج. مطالب الحراك الشعبي لا تردها حجة ولا ينكرها شعب من شعوب اليوم، ولا يسع حكومة من الحكومات أن توصمها بالتطرف. وهذا محرج جدا للجانب الرسمي في حالة الخلاف القائم في هذا الوطن. وعندما يكون الأمر كذلك وليس من عزم السلطة أن تستجيب لمطالب الشعب العادلة، يتحتم عندها أن تعمل القوة وتفتش عن خلق المناسبات المختلفة لإحداث التوترات وتفتعل ما تفتعل من أوضاع لتبرير استخدام القوة والأخذ بأسلوب العنف. فغياب الحجة يستدعي حضور القوة، إلا أن يكون البديل الصحيح عن الحجة الكاذبة الواهية والقوة الغاشمة الباطشة، وهو الاعتراف بالحق والخضوع له والاستجابة لما يترتب عليه، وهذا ما يظهر أن السلطة لا تريده. وعند شعور المؤسسة السياسية العابدة للسلطة أو قسم منها بالفشل في المعركة السياسية واليأس من تحقيق أي نصر فيها بحق أو باطل، يكون الاتجاه إلى الإفراط في استخدام القوة والتهور في أسلوب العنف بدل الاعتراف بالهزيمة أو الرجوع إلى الحق تمسكا بما قد يريها وهمها إياه من أنها خلقت لتحكم وتتسلط وتتحكم في مصائر الآخرين، وأنه لا تصح مشاركة أحد لها في هذا الحق. وهذا الشعور الواهم الشاذ يزيد في محنة الشعوب، لأنه يفتح الباب على مصراعيه لاستباحة الدم والشهية في المبالغة في التنكيل. وبهذا تجد الشعوب نفسها مضطرة تحت ضغط الظروف التي يخلقها له هذا التوجه النفسي المغالي المفرط عند السلطات لمواجهة ولو كلفها ذلك الكثير وأعطت أبهض الأثمان من أجل خروجها من تحت الضغط وآثاره المرهقة،
وتحيا الحياة اللائقة بإنسانية الإنسان. والشعوب التي تكتوي بنار ظلم السلطة وقمعها وعنفها واستهتارها بالكرامة الإنسانية ودم الإنسان اكتواءً يهدد وجودها ويسحق إنسانيتها ويحركها على طريق الإصلاح والتغيير، لا شيء من قمع السلطة وعنفها يكسر إرادتها أو يفل من عزمها ويسبب لها التراجع. وعن الحادثة الخاصة بهذا الأسبوع، فإنكم لتعرفون أن ليس لكل واحد منا قضية خاصة مع السلطة، وإنما نحن شعب واحد وقضيتنا واحدة، هي قضية الإصلاح الذي يرى الجميع ضرورته وكذلك ضرورة التعجيل به، وأنه لا مناص منه ولا غنى للوطن عنه. هذه هي قضيتنا جميعا. وتعرفون أن بيوتنا جميعا لها حرمتها المشتركة في دين الله التي لا يجيز لأحد التعدي عليها وانتهاكها، وأننا متساوون في هذه الحرمة، ولا تختص بها بيت دون آخر، وأن تجاوزها في حق بيت واحد تجاوز لها في حق كل البيوت، وانحفاظها إنما يتم بمراعاتها في البيوت كلها. وبهذا فإن بيوتنا كلها مهدورة الحرمة من أول مرة انتهكت فيها حرمة أول بيت منها. وهكذا دمنا هو مسفوح لأول دم سفح من الدم الحرام في هذا الوطن، وكل ما يعز على النفوس. نعم، في كل مرة تهدر فيها حرمة لبيت من البيوت التي أراد الله عز وجل صيانة حرمتها، يتوسع الجرح ويتأجج ويزيد التهابه ويستثير النفوس. وأنت يا شعب فداك النفس لغيرتك وحميتك ونباهتك وإيمانك وتمسكك بدينك وبدينك وبذلك وعطائك. وإن فداء النفس لك فداء لله سبحانه، لأني أراك لا تريد إلا الله ولا تحترق إلا من أجله. ابقوا كما أنتم، لا تتخلون عن مطالبتكم بالحق والعدل وإصراركم على تحقيق المطالب واسترجاع الحقوق، ولا عن تعقلكم وأسلوبكم السلمي، مخلصين لوجه الله الكريم، مسترشدين بهدى دينكم، آخذين بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واثقين بالنصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين. الشعب الكريم، هذا المقصر في حق الله والدين، وأقولها صدقا وحقا. اللهم اجعلني صادقا في القول غير مرائد. هذا المقصر في حق الله والدين والشعب، أنتم تشعرونه في كل مرة يمسه فيها قليل من الكثير الذي ينالكم من بغي وظلم، تشعرونه بالخجل والحرج والتقزم. الخجل يكللني والحرج يملكني أمام اهتمام مراجعنا العظام وفقهائنا الأجلاء وعلمائنا الغيارى والطلاب الأعزاء والحوزات الكريمة خارج البحرين وداخلها، وأمام كل المؤسسات والجهات والشخصيات على المستويين الداخلي والخارجي، إسلام دينية كانت أو وطنية. وأمامكم أيها الجمهور المؤمن الغيور الصابر المجاهد المخلص المضحي للمواقف الكريمة في إنكار المنكر وإدانة التعدي وقول كلمة الحق في وجه الاستخفاف بما حرم الله واختراق حواجز شريعته. أحبتي في الله، أرفع باسمكم صادق الشكر وبالغ التقدير والامتنان
لكل من يقف مع هذا الشعب في محنته منكرا لصور الظلم القاسية التي يتلقاها يوميا وتسلبه راحته وأمنه وتهدر كرامته منتصرا للحق والعدل وحرية الإنسان وكرامته مبتغيا لهذا الوطن أن يعيش كريما آمنا مستقلا يتمتع كل أبنائه بأصدق صور الأخوة الإسلامية وأروع العلاقات الوطنية تسودهم روح المحبة والوفاء والإخلاص والتعاون المثمر الذي يصب في مصلحة الجميع ويعمهم العدل والأمن والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض.